اليوم واتس كوكينج غير شكل. شيف سربل معنا الفنان بشار جواد، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك حبيبي ومبروك الغنيه حبيبي. ثانك يو سو ماتش. والله جاي اعطيكم الكليب انا بالام تي في وشميت ريحه طبخ كثير قويه. جاي ذوق. شو عملنا شرب اليوم؟ قرب لعنا. اهلا وسهلا حبيبي. اليوم عاملين بتعرف هلا في سري الاكل الصيفي يعني عاملين دجاج بالجنجر والاناناس غير شكل اليوم الاكله. منتهي على شرف بشار. مبروك الغنيه الجديده مثل العاده. الناس تنطر اغانيك واعمالك ونحن تبعناك على وان كمان كيف عم تطلقها. كيف اغانيك على وان لهم غير اكيد لك اكيد دائما همه وان دائما هيك بتيجي قويه فان شاء الله هيك ان شاء الله نشوف عوجه الخير هالغنيه. نحن رح نرجع نشوفها كمان الغنيه هلا على ام تي في وعلى وان. عاده بالفنان بيقول مثلا لما اخترت الكلمات واللحن عنده حدث قوي بيقول هالغنيه رح تضرب ولا بيقول مثلا هالغنيه حبيتها وهيك نشوف اذا رح تضرب. اكيد هيدي الاغنيه بشكل عام دائما الاغاني هي توفيقه من عند ربنا يعني هي حظ اوقات فيها بتلعب كثير دور الحظ بس يعني انت ممكن تحب الغنيه تحس انه هيدي الغنيه بتعلق براس العالم هاي الغنيه بتعمل جو بالحفلات هيك بنصير نفكر نحن بعدين يعني الباقي على الله يعني اذا العالم حبيتها ولا لا الدنيا اسباب اللي هي يلا نحن بنتمنى لك كل التوفيق بهالغنيه وتكون غنيه الصيفيه ان شاء الله يا رب. بشار كل التوفيق اهلا وسهلا فيك معنا ونحن رح نرجع نشوف ونستمتع بمش طبيعيه. صحيح يا هلا فيك يعني بعد هالموسيقى الحلوة جدا رح نكفي فقرة واس كوكينج. كلكم ناطرين هالفقرة يلي على طول هيك من نعطي أفكار جديدة أكلات صيفية بامتياز شوي هيك فيها أصناف من الفواكه أشياء خارج تنعمل على منقل فيها تنعمل كمان بالفرن. اليوم وصفتنا هي رح نعمل الدجاج بالجينجر والأناناس. هيدي الأكلة رح أعملها اليوم هي خصوصي لتنعمل على المنقل كتير طيبة تنعمل تتبل هالدجاجة تنعمل على الفحم تتقدم. رح أعمل معها الجارنيتور تبعي اللي هي مؤلفة من السبانغ البطاطا الحلوة رح يكونوا جمعينهم مع بعضهم والباذنجان رح تتقدم حدا والصلصة يلي رح أعملها هلأ هي فيكن تستعملوها تتبيلة وفيكن تستعملوها صوص بزيت الوقت. أكلتنا مثل عم بحكي دجاج مسحب مثل ما شفتوا أنا مسحب هون الفروج أنا شو عمل فيه مسحب وشيل منه كل عدم ترك شقفة من الفخذ. هلأ أنا شويته نص شوية لغرض معين أنه بدي أرجع أقلبه لتاني ميل ترجع أشوي السكن كمان لتصير السكن تنعمل تنقرش تصير طعمتها كريسبي أكتر. وهيدي حلو فيها هيدي الطبخة مثل ما عم بحكي أنه هيدي فيكم تعملوها على الفحم أطيب بكتير. أنا شو عمل هون بالدجاجة بس حاطت شوية خل شوية حامض ملح بهار أبيض دعكتها بالحامض مزبوط فركتها مزبوط فوتها على الفرن تقريبا بحدود العشر دقائق. هلا بدي ارجع اقلبها لتاني ميل تخلي هالجلدة تصير كريسبي. رح نقلبها ونكفي الطبخ تبعها تنبلش نعمل الصوص ونبلش نعمل الجارنيتور. يلا رح اقلبها لتاني ميل ضروري على طول بقول انه اذا عم نشوي ان كان على الفحم ولا على بالفرن كتير مهم انه ننهي قصه الجلده تمدلا نشفها يعني تتصير معنا بتقرش اكثر وتصير كريسبي. فوتها على الفرن. هون رح انتقل حضر انا وياكم الجارنيتور. لاحظوا الجارنيتور عندي اصلا بتشهي عندي البطاطا الحلوه عندي الباذنجان عندي ورق السبانغ زيت زيتون ملح بهار ابيض. رح نبلش انا وياكم هلا طريقه القلي نعملهم صوتي. بتعرفوا الباذنجان بيمتص كثير من السوائل البطاطا الحلوه ما لازم تستوي لازم دل فيها هيدي القرشه مشان هيك فرمينا برينواز قصه صغيره تنقدر دغري نستويها نص استوى ودل فيها هالقرشه الطيبه. بدي احط ثوم واحد نمعصه معصه صغيره هيك بعد حطه فوق الزيت زيت زيتون اكيد. ليه بنعمله على طول هيك؟ بنحط حصة ثوم بالأول فوق زيت الزيتون تنطعم زيت الزيتون يعني تيصير هالزيت الزيتون مطعم بالثوم. نتركه شوي صغيرة بس تياخد هالزيت الأروم مثل ما بتلاحظوا على طول خاصة بالمطاعم التليانية بتشوفوا على طول في أنينة زيت زيتون في بقلبهم
حبيت من الثوم او حبيت من اكليل الجبل هو على طول حلو وطيب كثير، انه لما تعطوه فليفر معين لزيت الزيتون، خاصه اذا بدكم تستعملوه لاكله معينه مثل هيدي الاكله. يعني فيكم تحضروا شوي زيت مع الثوم بقلبها تخلوهم عندكم تستعملوها، لانه طعمه الثوم كثير مهمه بهالجارنيتور هيدي، بالاخص بهيدي الجارنيتور مع هالدجاج يلي هلا شوفوا التفاصيل تبعه قد دقيقه بس سهله بتنعمل وكثير طيبه. يلا هون اترك شويه هالثوم يبلش ياخذ شوي اللون، بدنا اياه شوي صغيره. راح انتقل لهون تنعمل انا وياكم التتبيله. هون عندي كمان عندي حص ثوم واحد، عندي جينجر. هيدي التتبيله اللي عم بعملها حكيت عنها انه فيكم تعملوها قبل وقت تبلوا فيها الدجاجه وتفوتوها، يعني نص تعملوه تبلوا فيها الدجاجه والنص الثاني تتركوها تقدموها صوص. فليفله، زعتر اخضر، شويه سكر اسمر تقريبا بحدود الملعقه، عندي زيت نباتي، عصير حامض، وعندي الاناناس يلي هو كثير مهم بقلبها. يعني الجينجر والاناناس هن يلي فينا نقول عنهم اساسيات، والباقي انتم فيكم تشكلوا فيكم تغيروا بالطعمات. هون الثوم بلشت تطلع ريحته، يلا نطحنها شوي صغيره. هلا اذا بنلاقيها بعدها شوي جامده بنحط لها شويه مي بقلبها. نتركها تنطحن مظبوط، يلا نشيل الغراض. روعة. صلصة روعة. لاحظته عملتها بالميكسر مش بالبلندر، لانه بدي دل فيها شقف. لاحظوا الشقف اللي موجوده بقلبها، على طول بدي دلهم مبينين فيها. خلينا بس ندوق نشيل بعد هيك لفرجيكم اكثر كميه الشقف الموجوده فيها. هيك بدنا اياها، ما بدنا اياها تكون كريمه. روعه روعه روعه. هلا بنرجع بنضيف لها نكزه صغيره من الملح، لانه هذه الشغله مهمه انه نصير نحط الملح. بلشنا نقلي البطاطا الحلوه، نتركهم بحدود تقريبا لدقيقه تنرجع نضيف حبات الباذنجان يلي انا تارك القشر عليها. كثير مهم نخلي القشر على الباذنجانه، اول شيء للون، ثاني شيء بدلها مسكتها ما بتصير كريمه، والا بدنا نضطر كنا نعملها ديب فرايد تدلها مسكه بعدها. بينما اذا عم نعملها سوتي بفضل انه على طول نخلي بارت من القشره عليها مثل ما حكيت للون، وتدلها مسكه تدلها لقطه بعدها. ريحه الثوم مع البطاطا الحلوه شغله. ملح، اوب سوري، بهار ابيض، هلا بدنا نضيف عندي الباذنجان، ما نحط قسم كبير من الباذنجان، انا اسم الله اليوم باذنجانه كبيره بزياده. لما نكون عم نعمل كل شيء اسمه جارنيتور سوتيه ما لازم تكون الخضره مطبوخه زياده عن اللزوم، على طول لازم تكون الخضره دلا فيها هالقرشه يدلهم هالطعمات مبينين. زيد شويه زيت زيتون بعد عليها، لانه مجرد ما نحط الباذنجان دغري تمتص زيت الزيتون. روعه. خليني ضيف هون شوي صغيره من الملح يلي هو اهم شيء الملح بقلبها، لانه بتعرفوا حاطين الجينجر بيحل شوي، الاناناس وعنا السكر الاسمر اللي حاطينه فيها، هودي بيحلوها، لازم ضروري نحط لها ملح تنعمل اكيد مثل ما بحكي على طول البالانس بالطعمات. يلا بعد طحنه صغيره
توب. على طول كل شيء اسمه نقعت، يعني كل شيء اسمه تتبيلات افضل بكثير تنعمل قبل بيوم. كثير مهمه تعمل الشغله قبل بيوم، خاصه هيدي هلا طعمتها كثير طيبه بتطي العقل، بعد ساعه اطيب، بعد ساعتين اطيب بكثير، ثاني نهار بعد اطيب واطيب، لانه عم بيصير في تبادل هالطعمات اللي موجوده بين الفليفله، الثوم، الجينجر اللي حطيناه، الاناناس اللي حطيناه بقلبها. هل تفاعل الطعمات كلياته سوا بقوي الاروم بقلبها للتتبيله. فيكم تستعملوها دغري تبلوا فيها وتتركوا الدجاجه لتاني نهار وتخلوها صوص لتاني نهار كمان بتصير طعمتها كثير اقوى. يلا فضيها. مش معقوله حتى ريحه الزعتر دغري بتطلع. تقريبا رح نخلص قصة الخضرة. آخر شيء سبانغ مثل ما بحكي على طول، بس بدنا ندبل حبات السبانغ، ما بدنا إياهم يكونوا كتير مطبوخين. أنا عندي السبانغ إذا سود السبانغ صارت طعمته فيه مرورة، بدنا ننتبه إذا عم نعمله سوتيه، بينما إذا عم نعمل طبخة مثل يخنة السبانغ لا، لأنه مشبعة بالسوائل ما بتمرمر معنا، بينما إذا عم نعملها سوتيه ونتركها زيادة عن اللزوم تنعمل سوتيه بتحسوا صار فيها هال افتر تيست المرورة يلي هي شوي بتحسوها كمان مش بس مرة وحدة، بتعطيكم هالحدية القوية. بينما على طول دغري بس السبانغ نحس على إنه صار لونه أخضر فاتح هون منوقف عملية الطبخ منشيلها بتكون اوريدي خلص صارت مستوية. روعة. يلا قلبهم بعد قلبتين، نحط تاني بارت من السبانغ. لاحظتوا حتى السبانغ قديه فقد من حجمه. ريحة حلوة، باكل ألوان، البطاطا الحلوة، الباذنجان، السبانغ. ومثل ما شفتوا هون ما كترت، بس حطيت ملح وبهار أبيض لأنه الصوص يلي بدنا نقدمها قوية فيها كثير من المطيبة. ردي، هون خلصنا، الصوص صارت خالصة جاهزة. خلي المي حدي هون. خليني اعمل شغله هيك 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 معنا شويه وقت، خليني اشيل الدجاجه المسحبه من الفرن، نعطيها هيك مثل دهنه صغيره من الصوص كمان من قوة طعمه. يعني تخيلوا انه هيدا الفروج المسحب حاطينه نقعينه قبل بليله بهيدي التتبيله وعم تشوه على الفحم، قد ايه بتطلع طعمته جدا طيبه. يلا حط شوي من الصوص فوقه. دهنه صغيره هيك على الوجه. روعه. يلا نرجع نرده على الفرن. عندي على طول ملاحظة مهمة بقصة الدجاج، الدجاج على طول بس نكون صرت كذا مرة عطيها هيدي الملاحظة، إنه بس تكونوا عم تشوي الدجاج إذا كان على الفحم أو بالفرن على طول جرحوا الدجاج من قلبه وتبلوا، هيك أفضل من ما إنه تحطوها بالفرن وما نكون مجرحينها، لأنه بتعرفوا صدر الدجاج كثير معرض إنه يطلع جدا ناشف مش شوي. سو على طول جرحوها بالسكين، خاصة صدر الدجاج يتجرح مزبوط، وهيك تعلق بقلبه الصلصة من بعد ما تفوتوه أو نقعه من بعد ما تفوتوه على الفرن. لكن يلا رح نتوقف للحظات مع البريك ونرجع تيستينج أنا وإلي.
طبعا شيء بشهي. يعطيك العافية شربة. Thank you, thank you إلي. أي اليوم الأكلات ال هيك الإكزوتيك طيبة. ملاحظت هوني هلأ سكبنا هالخضرة حلوة. هلأ شو بنعمل كمان حتى للسكب للبرزنتيشن يكون عندنا برزنتيشن حلوة. حطهم هيك فوق بعضهم نركبهم هيك على بعض. نجيب سكين شكهم بالسكين هيك فوق بعضهم. شقفة من الحامض حدا توم. شبعنا من المنظر مش معقول شو حلو. شوية صوص على السريع على الداير كمان بعد شوي انه هي هيك لازم تكون. حبتين من المايكرو هيربس اذا ما لقيته ما تحطه ما ضروري. استعملوا شوية شمرة شوية اعشاب غير ما في مشكلة. بس هلأ صاروا كتير متواجدين كتير موجودين كتير طيبين معه. ما لي قلب انزع لك ال... لا بدنا ننزع ما في مهرب. يلا صورة سريعة دغري هيك هيك بكون خلص وقتنا بلا بندوق. لا 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 لانه عطينا وقت قليل. ايه على طول على طول بيبي مش الحق علينا كل مرة. الحق على السياسيين هالمرة بيطلعوا يعملوا لايفات. صح صح بيقطشوا لنا لاص البرنامج. مزبوط. يلا هيك هيك على السريع حصل لك شقفة من هون. انا عم بسكب دغري. ايه حط الجرنيتور اكيد عم نتساعد عم نتساعد ايه. للوقت الضيق. صح اسلموا شقفة شوية صلصة على الوجه. بيرفكت. يلا انا كتر لي صوص انا بحب اكيد بحب الصوص. يا راح ندوق شو هالطعمة من الأكلات اللي أنا كتير بحب استعمل الفواكه بالأكل. روعة وهلسي وخفيفة. هلا أكيد تشيل البارت ال شكرونا قالوا لنا ميرسي بعدك تقول شيء؟ لا خلص ما في ما بعرف نسترجع بريك ونكفئ لايف.